السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. غنشارك معكم فيه جولة في منارة سهريج المنارة. نتمنى انها تعجبكم وتنال اعجابكم وتستفدوا منها، وعلاش لا، هذه من المعالم اللي كاينه في مدينه مراكش، معالم سياحيه ديال مدينه مراكش. واللي زار مدينه مراكش ما يمكنش ما يجي يزور المناره، غير انما الزياره خاصكم الكاسكيطات حيت كتكون شميشه. انا ما غاديش نطول عليكم في الهضره، غادي نحاول انني نختصر على قدر المستطاع باش نخليكم في الجوله. ما غاديش نهضر فيها كامله، يعني غنخليكم تستمتعوا بالمناظر اللي كاينه في المناره وبالخضره اللي كاينه فيها والاشجار وكاع الحاجات اللي مهمه اللي صورتها فيها. نتمنى الجوله تنال اعجابكم، والى اللقاء. السلام عليكم. شوفي بغيتي شي حاجه اخرى من الطاو؟ وي يس يس Hi.
تروح فين؟ دي بقى كنت دي الطاق
تجد تلقاها مكتوبة. نحاول ما نشد واحد